دعت حركة الجهاد الإسلامي فصائل المقاومة الفلسطينية إلى خطف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل. تصريحات الجهاد الإسلامي جاءت على لسان القيادي بالحركة خضر حبيب خلال افتتاح خيمة تضامنية مع الأسرى صباح اليوم أمام بوابة معبر بيت حانون إريز شمال قطاع غزة. خيمة اعتصام في قطاع غزة وبالقرب من معبر بيت حانون الفاصل بين غزة والكيان الصهيوني، مساندة ودعما لصمود الأسرى الذين بدأوا معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات الصهيونية داخل سجون الاحتلال. لابد أن نقف في المقابل وقفة وفاء لهم، أن نشعرهم بأننا وإياهم في خندق واحد، نعلي من صوتهم، نرفع من معنوياتهم، ليستطيعوا كسر هذه السياسة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون ضدهم. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن يكون لديها قرار سياسي لدعم وإسناد أسرانا الأبطال. هذا القرار السياسي هو الذي يحرك قطاعات شعبنا الفلسطيني من أجل دعم وإسناد أسرانا. وأيضا لابد أن يكون هناك قرار بالانتماء إلى حوالي 64 مؤسسة منبثقة عن المجتمع الدولي من أجل إيقاف مجرمين دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية. تتكاثف الجهود تنديدا بسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى والخطر المباشر الذي يتهدد حياة أكثر من 41 أسيرا داخل زنازين الاحتلال، ولا يقدم لهم إلا الأدوية والمسكنات الطبية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. أنا عندي ابني محتاج لعملية جراحية ومنذ 4 سنوات وبنزل على المستشفى، وانت بتعرفي انه النزول من السجن لمستشفى سجن الرمل ما يسمى مستشفى الرمله، واللي هو طبعا اعدام وزنازين وتحقيق الرمله، سجن الرمله هو تحقيق مستشفى الرمله في حد ذاته، وكل ما بنزل معاناه شديده جدا، 4 ايام في البوسطه تفتيش المقيد من ايديه ورجليه، وبعد ما بوصل المستشفى هناك بقولوا ارجع هات موعد اخر. الموعد الاخر ياخذ كمان 4 شهور. نقول للمجتمع الدولي عليكم ان تنظروا لهؤلاء على انهم بشر، جزء من البشرية، وليس بأنهم مسلمون أو أنهم عرب معادون لإسرائيل. لو نظرتم على أنهم بشر لتغيرت المفاهيم. الإهمال الطبي جزء من إجراءات تعسفية تعمد الاحتلال استخدامها بحق الأسرى كحرمانهم من التعليم والعلاج والإمعان في سياسة العزل الانفرادي ومنعهم من زيارات الأقارب. لذا شدد المتواجدون في الاعتصام على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية ومراجعة الحسابات واتخاذ سبل أخرى كأداة ضغط. نحن لا نعول على أن يتم إطلاق سراح حصان البواسل في خيار التفاوض العبثي. الطريقة المثلى لإخراج أسرانا البواسل هو أن يكون هناك توافق وطني وإجماع وطني على اختطاف مزيد من الجنود الصهاينة من أجل مبادلتهم مع أسرانا البواسل. هذه الطريقة في تقديرنا هي الطريقة التي يفهمها العدو الصهيوني، وهي التي ستجبر العدو الصهيوني على إطلاق سراحنا أسرانا البواسل. هنا وقفوا بالقرب من معبر بيت حانون لإرسال رسالة للكيان الصهيوني مفادها كف استهدافا لأجساد أسرانا المرضى واتخاذ سياسة الإهمال الطبي، فأسرانا ليسوا وحدهم ولا بد لقيدهم أن ينكسر. غادة خالد لقناة الكويت.